بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلقاء هذه الليلة كالمعتاد إن شاء الله هي في كتاب نيل المرام من أحاديث الأحكام للعلامة الشيخ محمد صديق حسن خان، والدرس الذي يليه في كتاب معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله في شرح سنن الإمام أبي داود رحمة الله عليه. وتقدم في الدرس أو في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي الكلام على الآية الأولى التي ذكرها، ليست الأولى، في يعني بدأ بسورة البقرة وذكر رحمه الله شيئا أو طرفا من فضائل هذه السورة، وذكر أن في السنة أنه ورد في السنة أحاديث في فضلها، أشار إلى ذلك، وذكرنا بعض الأحاديث الواردة فيها مثل الأحاديث التي في الصحيح، في صحيح مسلم وفي صحيح الإمام البخاري، فالذي جاء في صحيح مسلم أن هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة كما فسرها الكلمة هذه البطلة، فسرها راوي الحديث أنها المقصود بها السحرة، البطلة السحرة. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمصنف رحمه الله أشار إشارة إلى أن في فضائلها أحاديث، هكذا قال، فذكرنا طرفا من هذه الأحاديث، ثم شرع في ذكر الآيات التي تستنبط منها أحكام من هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وافتتح أو صدر هذه الآيات أو ذكر الآية الأولى من هذه السورة. ليست الآية الأولى بحسب سواء حسب آيات السورة، ولكن الآية الأولى التي تضمنت أحكاما، وهي قوله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ابن كيسان: أي من أجلكم. وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر. وفي تأكيد ما في الأرض بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا. نعم، هذا تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وأن هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأن هذه الآية اعتاد أو درج العلماء المصنفون في آيات الأحكام خاصة وفي التفسير عامة، درجوا أو اعتادوا على الاستدلال بها على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء الإباحة، على القاعدة المشهورة، القاعدة الشرعية أو الفقهية المشهورة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. ويعني دليل هذه القاعدة هي هذه الآية، يعني هذا اعتاد العلماء رحمهم الله غالبا على ذلك، على الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة، أن هذه الآية دليل لهذه القاعدة. القاعدة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يأتي دليل على الحظر أو غير ذلك من الأحكام الأخرى الخمسة. لكن قلت أو نبهت إلى أن أحد العلماء، أحد الأئمة من أئمة المالكية رحمهم الله، وهو الإمام أبو بكر ابن العربي، الإمام أبو بكر محمد ابن عبد الله، ليس ابن عربي الآخر الصوفي ذاك، لا، هذاك ابن عربي، هذا الإمام ابن العربي، الإمام ابن العربي أبو بكر ابن العربي، صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وهو من أجل الكتب المؤلفة في هذا الباب، في أحكام القرآن، في آيات الأحكام، في أربع مجلدات،
وهو مشهور ومعروف عند طلبة العلم، متداول وهو كثير جليل القدر وكثير الفوائد، كتاب الجامع لأحكام القرآن، وكتاب وكتب أخرى له أيضا، منها كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، له كتاب القبس أيضا، كتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات وهو شرح أيضا نفيس مركز وموجز على طريقته في التأليف رحمه الله، التأليف المركز الموجز الذي صيغ بعبارات بليغة عالية القدر أو عالية المستوى، يعني قد لا يحيط بها إلا من اعتاد عليها. فكتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس هذا أحد كتبه الجليلة، وكتابه الآخر أيضا عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي أو سنن الترمذي أيضا أحد الكتب الستة شرحها. فهذه الكتب الإمام ابن العربي رحمه الله أبو بكر ابن العربي قال في هذا الكتاب في جامع الأحكام لما تكلم على هذه الآية، قال يعني هذه الآية اغتر بها كثير من العلماء وتابعهم المحققون على أن فيها دلالة على على هذه القاعدة، أن الأصل في الأشياء بحق. قال ليس الأمر كذلك، هو أبى هذا أو خطأ هذا القول، قال هذه الآية ليس لا تدل على ذلك، هذه الآية لا تدل على ذلك، ليس فيها دلالة على هذه القاعدة، على أن يعني هذا مما خالف به تقريبا أكثر العلماء أو جمهور العلماء الذين قلنا والذين عرفتم أنهم اعتادوا على الاستدلال على هذه القاعدة الفقهية المعروفة أن الأصل في الأشياء الإباحة، اعتادوا على الاستدلال لها بهذه الآية، لكنه قال هذا ليس بصحيح، الاستدلال هذه ليس بصحيح، الآية ليس فيها هذه الدلالة، بل إن معنى أن قرأت عليكم كلامه رحمه الله في اللقاء السابق وتوجيه ما وجه به معنى الآية، وأن المقصود بها مقابلة الجملة بالجملة، أن الله تعالى أنه في سياق العرض لنعمه تعالى ويعني ما من الله به على عباده من المنن، ذكر هذه ذكر هذا المعنى أو ذكر هذا القول أو هذا الجزء اللي في هذه الآية ليدل بذلك على أنه سبحانه، يعني أن الله سبحانه سخر لكم أيها الخلق كل ما في الأرض لتنتفعوا به أنتم، وأما هو فغني عن ذلك، هذه لكم أنتم أيها الخلق، وأما هو سبحانه فهو غني عن ذلك، فهو في سياق بيان استغناء الله تعالى عما خلقه لعباده لينتفعوا به، هذا هو معنى الآية، يقول المقصود بهذه الآية هو هذا، أن الله تعالى يبين أنه سبحانه خلق ما في الأرض، سخر لهم ما في الأرض، يعني من دواب ومن أولا من الأرض وما فيها من زروع ونبات وحتى الخيرات الأخرى المعدنية من الذهب والفضة والبترول وإلى آخر ذلك، كل هذا سخره لكم أيها الناس لتنتفعوا به ولتشكروا نعمة ربكم إذا انتفعتم به بهذه النعم، أما هو سبحانه فهو غني عن ذلك كله، هذا لكم أنتم، هذا المخلوق أو هذه النعم أو هذه المسخرات إنما هي لكم أيها الخلق خالصة، جعلها لكم خالصة، أما هو سبحانه فهو غني عن ذلك وليس بحاجة إلى شيء من ذلك، هذا معنى الآية يقول الإمام ابن العربي، وهذا ليس فيه المعنى الذي ذكره، يقول هذا المعنى ليس فيه عن أن الأصل فيه أن الأصل الأشياء الإباحة، يعني هو مجرد أنه في سياق بيان قدرة الله تعالى وما أنعم الله به على عباده من المخلوقات ومن المسخرات مما خلقه لهم وسخره لهم لينتفعوا به، هذا إيش علاقة، يقول ما علاقة هذا بأن الأصل الأشياء الإباحة، يقول ليس للآية علاقة بهذا، يعني ليس هو لا يقول أن هذه الآية خطأ، انتبهوا أن الإمام العربي لا يقول أن هذه القاعدة خطأ، هو لا يقول بأن هذه القاعدة الشرعية المعروفة التي هي يكاد يكون شبه إجماع عليها بين العلماء وإن خالف فيها الأقل، لكنه هو يوافق هو يقول بهذه القاعدة، يعني لا يقول بأنها خطأ وأنها ليست خطأ، إنما فقط
اعتراضه على أن على الاستدلال بهذه الآية وهي قوله سبحانه في هذه السورة في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة ليس بصحيح، هذا فقط. أما القاعدة لا اعتراض له عليها، واضح؟ القاعدة ليس له اعتراض عليه، ليس له اعتراض عليها عنده، هو يقول بها كغيره، هو يقول بها كغيره من العلماء. وقد سمعتم في مطلع كلامه رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو الجامع لأحكام القرآن، قال بأنني تكلمت، هو قال رحمه الله أنني تكلمت على هذه المسألة، على مسألة أن القاعدة أو على هذا الأصل أن أو على هذه القاعدة أو هذا الأصل بأن الأشياء الأصل فيها الإباحة، تكلمت عنها في أصول الفقه. يقول تكلمت عنها في أصول الفقه، يعني في مجالها هناك، لأن هذه مسألة أصولية، فأنا تكلمت عنها في أصول الفقه. ولكن هنا بمناسبة ما ذكر من الاستدلال على بهذه الآية على هذه القاعدة، أنا أذكر لكم ما قيل في هذه المسألة، وذكر فيها ثلاثة أقوال. قال فيها ثلاثة أقوال عند العلماء. القول الأول وهو هذا، أن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يأتي دليل على الحظر أو على غيره من الأدلة. القاعدة الثانية عكسها، أن الأصل في الأشياء الحظر، الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل على الإباحة، عكس الأولى. القول الثالث ما هو؟ أنه ليس فيها، أنه يعني لا يطلق، لا يحكم للأشياء لا بإباحة ولا بإيش ولا بحظر حتى يأتي الدليل، يعني تبقى مطلقة حتى يأتي الدليل، هذا القول الثالث. ورجح بعد ذلك بأن الذين قالوا بأن الأصل هو في الأشياء الإباحة، هل هو من طريق الشرع أو من طريق العقل؟ قال لا، أن الذين قالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة هو من طريق الشرع، يعني الذي دلنا على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، على هذا الحكم هو الشرع وليس العقل. قال العقل لا مدخل له، العقل لا مدخل له في هذا، الذي دلنا على هذه القاعدة هو الشرع، يعني أدلة الشرع، يعني من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، أدلة الشرع المعروفة التي على رأسها وطلع منها الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس إلى آخر الأدلة المعروفة، أدلة الشرع التي استنبط منها الأحكام الشرعية. فالذي دلنا على هذه القاعدة هو الشرع وليس العقل. يقول العقل ليس، لا مدخل له في هذا، العقل لا مدخل له في هذا. فالمهم أنه رحمه الله يمكن يكون هو الوحيد أو من القلائل الذي اعترض على الاستدلال بهذه الآية، وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على أنها دليل على أن الأصل على هذه القاعدة، على أن الأصل في الأشياء الإباحة، اعترض على ذلك وقال الآية لا تدل، الآية القاعدة نعم صحيحة، هو القاعدة أن الأصل في الأشياء إباحة هذا لا يعترض عليه هو، ولا يقول بأن هذا خطأ، إنما يقول أن الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة هذا خطأ، يعني الآية ليست دليلا على هذه القاعدة وليس فيها ما يدل على ذلك، بل إنما هي في مقام آخر، في معنى آخر. وبين معنى الآية كما سمعتم، أنا قرأت عليكم في اللقاء السابق وهو مسجل لمن لم يسمعه ممكن يراجعه، كلامه نصا من كتابه رحمه الله. الآن أقوله بالمعنى، الآن الذي قلته الآن بالمعنى لأنه ليس معي الآن، لكنه قرأت عليكم كلامه رحمه الله نصا بحروفه من كتابه الجامع لأحكام القرآن على هذه المسألة، على أن هذه الآية، على أن هذه الآية ليست دليلا على هذه القاعدة، أن الأصل في الأشياء الإباحة أي ليس فيها شيء من ذلك. وقال رحمه الله أيضا بأن لأن أيضا يعني من توابع ذلك أو من ما يقتضي أن هذه الآية ليست دليلا على هذه الأصل، على هذا الأصل، يقول أن لو قلنا بذلك، أننا لو قلنا بذلك أن هذه الآية معناها أن الأصل في الأشياء الإباحة أو أنها تدل على أن أصل الأشياء الإباحة هكذا إطلاقا، هذا يؤدي إلى إيش؟ التنازع والتقاتل والتهارج كما قال، لأن الله تعالى مع أنه سبحانه بيّن للناس حدود ما يعني يحق لهم وما لا يحق لهم، بيّن لهم الحدود، يعني بيّن لك ما بيّن للمكلف، بيّن للمكلف ما له وما عليه،
الذي هو حقك بينه لك، والذي ليس من حقك بينه، ومع ذلك يقول حصل التقاتل وحصل الصراع ها حصل مع هذا، مع بيان، مع وجود. فكيف لما نقول أن يعني نطلق لهم هذا الأصل اعتمادا على هذه الآية؟ يقول هذا ليس بصحيح. وضرب أمثلة على ذلك بأنه لم إن أن 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 مثل ذلك كمثل الأب عندما يقول لأبنائه لقد تركت لكم أو أبحت لكم أو ملكتكم هذه الأموال التي عنده، وفيها خيل وفيها أموال وفيها فهذا يقول لا يمكن أن يكون هكذا مطلقا إلا مع بيان الأب لهم لكل ما يعني أن يبين الأب لكل ابن أو لكل ولد من أولاده ما لهم نصيبهم من ذلك. أما لو قال لهم هذا هكذا مطلقا وتركه لهم ليكون الذي حصل إيش؟ يحصل التنازع بينهم على طول مباشرة، التنازع والقتال والتخاصم وكذلك. فيقول هكذا الأمر بالنسبة إليه، وكأنه يميل إلى إيش لما يقول هذا الكلام ابن العربية؟ كأنه يميل إلى ماذا؟ يميل إلى أنه ليس بصحيح، أن حتى القاعدة نفسها له فيها نظر بأنها ليست على إطلاقها، أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل لا بد فيها من قيود، لا بد فيها من شروط وقيود. هذا كلام على كل حال تفصيله كما قال هو رحمه الله في أصول الفقه. نحن الآن لا نتكلم على هذه القاعدة، وليس هو درسا في أصول الفقه، لكن هو بالمناسبة هذا الكلام هنا لا بد منه لمناسبة الاستدلال، لأن المصنفين ومنهم المصنف رحمه الله العلامة الصديق حسن خان استدلوا بهذه الآية، وهي قوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فبمناسبة تفسير هذه الآية بهذا المعنى والاستدلال بها على هذه القاعدة تكلمنا على موضوع الأصل الإباحة وما يتعلق بذلك وكلام ابن العربي. وإلا هذه مسألة أصولية تحتاج إلى كلام أكثر من هذا وتفصيل أكثر من هذا وبيان ما للعلماء فيها من مناقشات واستدلالات وكذا، كلام طويل عريض، ليس هذا موضع له لما فيه من تفصيلات وكثيرة ما يستوعبها، ما يعني الوقت لا يساعد أو لا يعني يكون عونا لنا في ذلك، لأن فيها كلام طويل. لكن المهم أن هذه رؤوس هذا الذي ذكرته هو رؤوس أو أصول أو مجامع الكلام على هذه المسألة بمناسبة أو لمناسبة كلام المصنف رحمه الله على هذه الآية، وأنها دليل على القاعدة الشرعية المعروفة أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، وبعد ذلك قال نعم، وهذا دليل على أن في الآية دليل على أن في الآية دليلا على إيش؟ قال رحمه الله وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين. طين الذين تحريم أكل الطين استدلوا على تحريم أكل الطين بهذه الآية أيضا. نعم، لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض. وقال الرازي خلق لنا ما في الأرض، ما فيها، ما خلق ما يعني أباح لنا الانتفاع بما في الأرض مما ينتفع به، يعني ما يصلح، أباح لنا الانتفاع بما في الأرض مما يصلح للانتفاع به. ما هو كل شيء، مو كل شيء يصلح للانتفاع، في شيء الطين ينتفع به، لكن لا ينتفع به بالأكل، ينتفع به بأمور أخرى. فالآية يقول دليل على تحريم أكل الطين. لماذا؟ لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض. وقال الرازي في تفسيره إن لقائل أن يقول إن في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض، فيكون جامعا للوصفين، ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك. الآية في الأرض، ما في الأرض، في ما في الأرض، لذلك ما يطلق عليه أنه في الأرض. نعم، فيكون جامعا للوصفين، ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك، وكذلك عروق الأرض، لأنها يعني في الأرض، موجودة في الأرض، المعادن من الذهب والفضة وحتى البترول وكل هذه التي تخرج تستنبط من داخل الأرض، هذه كلها مباحة تدخل في الآية،
تدخل في إباحة الانتفاع بها على حسب هذا الاستدلال، على وفق هذا الاستدلال بأن الآية دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ذلك المعادن والبترول وغير ذلك كل ما يخرج من الأرض، لأنه خلق، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض، وهذا مما في الأرض، هذا مما فيها في الأرض، أليس كذلك؟ فيها، في داخلها، نعم. وكذلك عروق الأرض وما يجري، وما يجري مجرى البعض لها. ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ذكر يعني هو يدل بما ذكره على ما لم يذكره، ما هو شرط أنه ما يذكره ما يدخل في الحكم، لا، هو يذكر الشيء الذي هو بمقام المثال، مثال. وأما مع الذي لم يذكر ليس معناه أنه ليس داخلا في الحكم، لا، هو يذكر البعض ويدل بهذا البعض على ما لم يذكر، على الكل يعني، على بقية الأمثلة، يدل بالبعض على الباقي من الأمثلة، نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر صاحب الكشاف الزمخشري، معروف جار الله الزمخشري، محمود الزمخشري صاحب الكشاف، وهو من أئمة المعتزلة، من أئمة الاعتزال، وفي كتاب هذا الكشاف من 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 دعوة أو من عقائد الاعتزال ما فيه، ولذلك لما طبع هذا الكتاب يعني وضع عليه بعض العلماء هوامش أو تعليقات عند هذه المواضع التي صرح فيها الزمخشري المفسر، هو من ناحية البلاغة والناحية يعني من ناحية التكلم على بلاغة القرآن ووجوه ما فيه من البديع وما فيه من البلاغة وما فيه، هذا يعني يعتبر في إذا لم تكن في 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 أرفع الدرجات الكتاب الكشاف، فهو لا شك أنه من أحسن الكتب أفضلها في هذا الباب من ناحية البلاغية وناحية اللغة وناحية الوجوه البلاغة الوجوه البلاغية والوجوه وهكذا، وما يتعلق في القرآن ما فيه من بديع القرآن، في رسالة في الدكتوراه في الكويت طبعت مؤخرا اسمها بديع القرآن، بديع القرآن، يعني البديع معروف، البديع من أحد علوم البلاغة، أحد أنواع أحد علوم البلاغة، اللي كم علوم البلاغة؟ ثلاثة، أحدها البديع، البيان والمعاني والبديع، أليس كذلك؟ هذا البديع أحد علوم البلاغة، لكن هذا ألف أو صنع رسالة جليلة ونفيسة، رسالة دكتوراه أظنها مطبوعة في الكويت، وهي بديع القرآن، اسمها بديع القرآن، يعني الذي ورأى الذي في القرآن من البديع، من علم البديع، نعم. فالزمخشري الكشاف للزمخشري من هذه الناحية حجة في هذا الباب، النحل اللغوي البلاغية وبلاغة القرآن وما يتعلق بذلك، لكن ما عدا هذا يأخذ منه عقائد، مثلا عقائد تأخذ ما يأخذ من عقائد، ليه؟ لأنه معتزلي من أهل الاعتزال ويدعو إلى بدعته هذه مع الأسف، في كتابه كثير من مناحي الاعتزال، ولذلك علق بعض العلماء لما طبع هذا الكتاب المطبوع الآن الموجود فيه تعليقات لبعض العلماء عند المواضع التي أفصح فيها أو التي يعني استدل بالقرآن على عقيدته المعتزلة، فرد عليه المعلق أو نبه إلى خطئه في هذا، واضح؟ يعني الحمد لله أن المطبوع موجود في هذا، وإن كان الكمال لله، الكمال لله، لأبى الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، أبى الله أن يتم إلا كتابه، ما أبى الله إباء من الله أن يتم كتاب إلا كتابه سبحانه، إلا القرآن، وأما البشر فكتابهم كتبهم جميعا يعتريها ما يعتري كل ما يصدر من البشر من كمال ونقص واستيفاء وتقصير وصواب وخطأ، هذا شيء طبيعي، هذا شيء أمر طبيعي معتاد في أمور البشر، ومنها المصنفات الكتب التي يؤلفونها يعتريها ذلك الكمال والنقص الاستيفاء والتقصير الصواب الخطأ، هذه معرضة له لأنها لا تتم أو لا يتم كتاب إلا القرآن فقط بس، لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه، أو أن يتم إلا كتابه، ممكن أن يتم هو سبحانه إلا كتابه، أبى يعني أمدى أن الله يأبى ما تستطيع، يعني لو مهما حاولت لا تستطيع أن تكتب كتابا كاملا ما دام أن الله تعالى أبى أن يتم هو سبحانه كتابا أي كتاب إلا إيش؟ إلا القرآن، فما تستطيع أن تكتب، حتى لو أردت حتى لو حاولت لا بد أن يكون كتابك ناقصا لأنك بشر
لأنك بشر وهذا أمر طبيعي، هذا ليس أمرا معيبا، النقص في البشر ليس أمرا طبيعيا، ليس أمرا معيبا، هذه سنة الله في خلقه وهذا طبيعة البشر. ولذلك قال ابن العماد، ينقلون عن ابن العماد الأصفهاني كلمة مشهورة أنه ما ألف أحد كتابا، ابن العماد الأصفهاني ينقلون دائما عنه فيما يتعلق بتأليف الكتب، له كلمة مشهورة في هذا الباب أنه يقول رحمه الله، تنقل عن ابن العماد الأصفهاني وربما تنقل عن غيره عن 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 أشخاص آخرين، لكن مشهور أنه عن ابن العماد الأصفهاني كان يقول إيش، لم يؤلف أحد كتابا إلا لو نظر فيه بعد ذلك لقال لو وضع هذا موضع هذا، ولو قدم هذا وأخر ذاك، ولو ورجوع لهذا موضع هذا، ولو أزيد ذلك، ولو يعني هي اللي هو التعديلات التي نسميها التعديلات، إنه الإنسان يعمل عملا أو يؤلف كتابا ثم بعد ذلك ينظر فيه فيحذف، يرى إنه هذا الكلام ليس مناسب أو هذه العبارة ليست مناسبة فيحذفها، ينظر فيه فيجد الكلام أن تقديم هذا أولى، يقدم هذا على هذا أولى من أن، وينظر يرى أن تأخير هذا عن هذا أولى، تأخير ما ذكره هو مقدما تأخيره أولى، أو العكس يرى أنه ما ذكره مؤخرا أن تقديمه أولى وأحسن. وهذا كله قال دليل على استيلاء النقص على كافة البشر، هذا كله دليل واضح، يعني دليل واضح صريح وصارخ على استيلاء النقص على كافة البشر، يعني البشر كلهم ناقصون إلا من كمله الله عز وجل مما أراد له الكمال في حق النبوة وفي حق الوحي لتبليغ رسالة ولبلاغ ولمصلحة البلاغ، لمصلحة البلاغ بلاغ الوحي وبلاغ الرسالة. وأما كافة البشر فهم ناقصون، أسأل بأل النقص قال هذا كله ما هو ذلك إلا لاستيلاء النقص على كافة البشر، هذه عبارة قريبة مما يعني ليست باللفظ تام، ليس باللفظ يعني حرفيا مثل، لكن بمعنى كلامه، معنى كلامه أنه ما ألف أحد كتابا إلا لو نظر فيه بعد ذلك لقال لو قدم هذا، ولو جعل هذا موضع هذا، ولو أخر، ولو كذا، التعديلات التي قلت لكم، لكان هذا أحسن، ولكان هذا أجمل، ولكان هذا أكمل. وهذا كله دليل على استيلاء النقص على كافة البشر، يعني لا مطمح لأحد أن يبلغ منزلة الكمال فيما يؤلف أو فيما يكتب أو فيما يصدر عنه من أي شيء من أي أمر آخر، هذا بس في مجال التأليف، لأن الكلام على مكان، الكلام على مقام المؤلفات والكتب وغير ذلك، وإلا فالنقص أو استيلاء النقص على كافة البشر هذا في جميع شؤونهم، في جميع شؤونهم. ولذلك لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كبرت أو عظمت على الصحابة هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قبلها قال لما نزل قوله تعالى إيش، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، استعظمها الصحابة وشقت عليهم فقالوا أينا لا يحدث نفسه، يعني هذا من النقص البشري الذي لم يسلمه منه أحد حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بشر أيضا، الصحابة ليسوا بشرا، الصحابة وإن كانوا جيل فريد متميز بخصائص في غاية الجلالة وفي غاية العلو، لكنهم مع ذلك لم يخرجوا عن كونهم بشرا، لم يخرجوا عن كونهم بشرا رضوان الله عليهم أجمعين. فلما نزلت هذه الآية شقت عليهم وعظمت عليهم، حتى أنزل الله تعالى بعد ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت كما ورد في الحديث الصحيح. طيب فنعم أكمل. قال رحمه الله وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال إن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة، قلت إن أراد بالأرض، يعني هذا قول إذا قيل أو زعم إنه معنى الآية، معنى قوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لو قال لواحد لنا قال أن معناها خلق لكم الأرض وما فيها، هل هذا له وجه صحة؟ هل المعنى هذا لو قلنا أن هذا المعنى هو معنى هذه الآية، هذا المعنى هل له وجه صحة؟
ها قلت الجواب عن ذلك؟ قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء. الغبراء معروفة سطح الأرض، السطح الغبراء سطح الأرض اللي يسمى الآن سطح الأرض الظاهر الأرض الغبراء. إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ويراد الجهات العلوية جاز ذلك، فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية. انتهى. قال الشوكاني في فتح القدير: وأما التراب فقد ورد. هو يقول عن الشوكاني دائما يقول قال شيخ مشايخنا الشيخ الإمام الشوكاني قال شيخ مشايخنا، هو شيخ شيوخه يعني بينه وبينه، هو تتلمذ على تلميذ الشوكاني على تلامذة الشوكاني، فيقول قال شيخ مشايخنا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. قال الشوكاني في فتح القدير، فتح القدير هذا في التفسير، في التفسير كتاب تفسير معروف، في التفسير بالمأثور، وجامع بين الرواية والدراية، جامع بين الرواية والدراية، شبيه بتفسير الإمام ابن كثير، يشبه كثيرا تفسير الإمام ابن كثير. فتح القدير معروف، كتاب مشهور، وللإمام الشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار، صاحب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لابن تيمية، لمجد ابن تيمية. والشوكاني ألف فتح القدير تفسير لكامل القرآن، وهو مطبوع من قديم وطبعات متعددة، وبعضها محقق وبعضها محقق الآن أخيرا، وهو كتاب أيضا من الكتب الجليلة العظيمة، ومؤلفه إمام مشهور من الأعلام، من أعلام العلماء ومن أعلام أهل العلم، وينقل عنه كثيرا، ينقل عنه العلامة صديق حسن خان في هذا الكتاب وفي غيره، ينقل عنه أيضا في الروضة الندية، في كتابه الروضة الندية ينقل عنه، لأنه شرح كتاب الشوكاني الدرر البهية، شرحه بالروضة الندية هذه، فينقل طبيعي أنه ينقل عنه من كتب الأخرى، ينقل عنه من نيل الأوطار ومن غيره. نعم. قال الشوكاني في فتح القدير: وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه، وهو أيضا ضار فليس مما ينتفع به أكل. هذا كل الكلام لأن هناك بعض الطوائف تتبرك بأكل الطين من بعض الجهات باختصار، وأنتم تفهمون يعني هذا كلام، زي اللبيب بالإشارة يفهمه. هذا كل الكلام يعني حتى لا يتعجب أحد إيش إيش الطين وما الطين والتراب وما التراب، ومعروف يعني الناس مفهوم فاهمين أن الطين لا يأكل، أحد يأكل الطين؟ ما أحد يأكل الطين، التراب أحد يأكل التراب أصلا يعني بالفطرة، مفهوم بالفطرة، حتى لو ما جاء دليل بالتحريم، لو ما جاء دليل بتحريم أكل الطين سواء في القرآن أو في السنة، الناس يفهمون ويعرفون بفطرهم وبمعرفتهم ما يضرهم وما ينفعهم، يعرفون أن هذا محرم، ما يقتربون به، ما أحد يأكل الطين أبدا، ما يأكل الطين. لكن هناك بعض الطوائف التي تتبرك بأكل الطين من بعض المواضع التي يقدسونها أو يعظمونها، فهو لذلك أشار إلى هذا القصد، المغزى من كلام المصنف رحمه الله، كأنه يرد على هؤلاء، كأنه يرد على، واضح المعنى والمقصود، خلاص مفهوم أنه هو القصد، أنه يرد على بعض الطوائف التي تتبرك بأكل الطين. هم يعرفون، الذين يأكلون الطين ما يعرفون ضار، حتى اللي يأكلوا هذول يعرفون، لكن الضلال عاد ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي هدانا، والحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله الكريم سبحانه أن يمن عليهم بالهداية، أن يمن عليهم بالهداية، وأن يستنقذهم مما هم فيه. فهذا السبب الذي جعل المصنف يتكلم عن موضوع أكل الطين وأكل التراب وأكل هذا، كأنه يقصد، بل هو يقصد ذلك فعلا، ما ليس كأنه، بل هو حقيقة يقصد ذلك، والله أعلم. نعم، يقصد الرد على هؤلاء. قال رحمه الله: ولكنه ينتفع به في منافع أخرى. أيوة، يعني انتفاعات، ما هو يعني الانتفاع ما يصير إلا بالأكل، الانتفاع بالشيء ما يصير إلا بالأكل، ما في إلا الفم بس يعني، لا، في أشياء أخرى. الطين انتفع به، يبنى به، ها الطين، ما البيوت كانت إلى وقت قريب في الطائف مثلا، كل بيوت الطائف إلى وقت قريب كلها تقريبا قبل النهضة الأخيرة هذه والعمران الحديث كلها مبنية، والرياض كذلك، ها كلها مبنية من الطين البيوت، يعني إلى وقت، إلى قبل يمكن 40 أو 50 سنة كل البيوت مبنية الطين. انتفع ولا ما انتفع بها؟ انتفع، يعني ما يصير انتفاع إلا بالأكل، ينتفع به بالشيء، بالشيء الذي يكون نافعا او فيه مجال للنفع به، ما هو بس بالاكل، هي القضيه ما في الا بطن، يعني ما في الا بطن بطون، لا، في انتفاعات اخرى. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد منفعه خاصه كمنفعه الاكل،
بل كل ما يصدق عليه، لأنه في ناس هنا شغلهم الشاغل هو البطن البطون، ولذلك تجده يمكن يهتم بهذا. أول ما يعني يسبق إلى ذهني في مسألة انتفاع على طول الأكل، أول شيء هو الأكل طبعا أحد وجوه الانتفاع لا شك في هذا، لكن هو الانتفاع الوحيد بس؟ لا، في انتفاعات أخرى، انتفاع حتى بالنظر، ها انتفاع بالنظر إلى الشيء، انتفاع باستعماله في العلاج، انتفاع بالشيء في البناء، أشياء كثيرة، انتفاعات متعددة لا حصر لها. الانتفاع له وجوه لا حصر لها، مدام أنها مباحة، مدام أنها وجوه الانتفاع هذه أباحها الشرع، فهذا كله مما يعني مما سخره الله تعالى ومن به على عباده، وليست القضية بس فقط أكل وبطن بس. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل، بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. أيوة، يعني شوف، هذا هو يشير إلى هذا الشوكاني رحمه الله، يقول ليست قضية أكل بس، وأيضا ضار، فليس فيه ما ينتفع به أكلا، لكنه ينتفع به في منافع أخرى، وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل، بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. يعني المقصود أن بالمنفعة، مقصود لما نقول المنفعة، يعني نحن لما نقول المنفعة المقصود به كل ما ينتفع به، أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. أي وجه من وجوه ينتفع به فهذا يدخل في الانتفاع، وليس الأكل فقط. هذا معنى كلامي رحمه الله. ليس المراد، يقول المنفعة عامة ليست خاصة، ليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل حتى نقول أن الطين ما الطين يؤتى التراب والتراب ونقول هذا الكلام، لا، بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه فهو داخل في هذا، داخل في الحكم، وأنه مباح، وأن لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ثم ختم رحمه الله تفسيره على طريقته، ستجدون ذلك في كل تقريبا في كل آية يشرحه، يختم الكلام على الآية أو على شرح الآية أو على بيان ما فيها من أحكام، يختمها بجملة من الآثار، بجملة من الآثار، الأحاديث والآثار. أحاديث يعني مروية، لما يقال أحاديث يطلق هكذا يقصد به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار اللي يكون التي تكون منسوبة إلى ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومفسري السلف كقدادة ومجاهد ابن جبر وغيرهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في المدرسة التفسير المكية، ماذا قال؟ أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لماذا؟ لأنهم تلاميذ ابن عباس، لأنهم تلاميذ ابن عباس، لأنهم تلاميذ ابن عباس، كمجاهد، ها، كمجاهد وسعيد بن جبير، ها، كمجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيره، تلاميذ ابن عباس الذي كان يجلس في المسجد الحرام ويفسر للناس حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس أشهر من أن يعرف به. فهم أعلم الناس بالتفسير لا لشيء إلا لأنهم تلاميذ ابن عباس في ذلك العصر، في عصر ابن عباس. قال رحمه الله: وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى هذا. شوف، هذه آثار يعني قلت أو كثرت يختب بها تفسير الآية. نعم. قال: سخر لكم ما عبد بن حميد، هذا تفسير عبد بن حميد وابن جرير. ابن جرير معروف إمام المفسرين، شيخ المفسرين، وكتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. ابن جرير معروف، عبد بن حميد كذلك له مسند وله تفسير. نعم. عن قتادة أحد مفسري السلف معروف، هذا قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي مفسري السلف، هذا معروف، دائما تنقل عنه نقول في التفسير، في تفسير ابن أبي حاتم، وفي تفسير الطبري، وفي تفسير عبد بن حميد كما هو عندنا الآن، كثير معروف، قتادة قال قتادة وقال قتادة، ينقل عنه كثير، هو مجاهد بن جبر وغيرهم من تلاميذ عباس أو تلاميذ تلاميذه. نعم. قال رحمه الله: قال سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل. طيب، والله أعلم، ننتقل إلى معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله. وقلنا أنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا أن أبا داود رحمه الله، أن الإمام أبا داود رحمه الله ذكر في كتاب الطهارة الذي هو الكتاب الأول من كتب
الكتب التي تضمنها أو التي ضمنها هو سننه في سننه، ضمنها في سننه أو ضمنها سننه. كتاب الطهارة ذكر فيه 19 بابا، ذكرت هذا في اللقاء السابق الأسبوع الماضي، 19 بابا في موضوع آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة، 19 بابا. وقلنا وعرفتم مما سبق في اللقاءات السابقة أن الإمام داود، أن الإمام أبا داود من طريقته ها أو طريقته في إيراد الحديث إيش، أنه يورد في الباب حديث غالبا، يورد في الباب حديثا واحدا أو حديثين غالبا، أن الإمام أبا داود رحمه الله يورد في الباب الذي يعقده للكلام على مسألة من المسائل يورد فيه حديثا واحدا أو حديثين في الغالب، وأن الشارح وهو الإمام الخطابي، الشارح والإمام الخطابي صاحب معالم السنن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يأتي إلى الباب فيأخذ منه فينظر في الباب أو فينظر في أحاديث الباب، فإن وجدها كما قالوا في سياق واحد أو في مقام واحد أو في معنى واحد في مجال واحد أخذ منها حديثا واحدا وشرحه، ما يشرح كل الأحاديث، يأخذ حديثا واحدا. الإمام الخطابي يأتي إلى، هي أصلا كلها ما هي ليست كثيرة، إما حديث أو حديثين، يعني نادر أن يأتي بثلاثة أو أربع حديث، هذا قليل في أصل السنن، في أصل السنن أبي داود. لكن المهم أن طريقة الخطابي حتى لا يستشكل بعض الناس أو بعض السامعين أنه لما يسمع أنه شرح أن معالم السنن شرح لسنن أبي داود فيأتي فينظر في هذا الشرح فيجد أنه لا يشرح كل حديث، يجد أن الإمام الخطابي لا يشرح كل حديث من أحاديث سنن. لماذا؟ هذا هو السبب، أنه يأتي إلى الباب فينظر فيه، فإن وجد الحديث في سياق واحد أو في مقام واحد أو في عرض واحد أو في مفهوم واحد أو في حكم واحد، يعني سياق مترابطة كلها يعني في مساق واحد، سيقة مساق واحد، ما غاية ما في الأمر أن بعضها فيه زيادة معنى أو زيادة لفظ أو زيادة حكم، لكنها مسوقة في سياق واحد. فيأتي الإمام الخطابي رحمه الله إلى أحد الأحاديث، حديث واحد منها، إما الأول وإما الأخير أيا كان، فيشرحه فقط، لا يشرح كل أحاديث الباب، لا يشرح كل أحاديث الباب، لأنه يدل بما ذكره على ما لم يذكره، لأن الخطابي رحمه الله يدل على بما ذكره في شرحه على ما لا يذكره، يعني خلاص هو شرح مهمات الباب، مقاصد الباب، لأنه شرح موجز مختصر، لأن شرحه رحمه الله ليس شرحا موسعا أو مفصلا ها، وإنما هو شرح موجز، وهو قصد ذلك، هو قصده رحمه الله. وقلنا أن الغرض منه رحمه الله، الغرض من تأليف هذا الكتاب هو أن يجد المحدث فيه ما يقربه من الفقه، ويجد الفقيه فيه ما يقربه من الحديث، هذه غايته من التأليف، لما وجد الصراع أو النزاع في عصره بين طائفتي أهل الحديث وأهل الحديث والأثر، بين طائفة أهل الحديث والأثر وطائفة أهل الفقه والنظر، وأنهما على قرب ما بينهما وعلى كثرة الاحتياج أو شدة الاحتياج بينهما من كل طائفة الأخرى، مع ذلك هم متنازعين ومتخاصمين، وكل واحد منهما يرمي الآخر، كل طائفة من هاتين قلنا هذا في عصره رحمه الله، لكن الحمد لله الآن اختفى أو كاد هذا كله بتلاقي العلماء في المؤتمرات وفي المجامع الفقهية وفي الندوات وفي اللقاءات الشخصية وفي كل هذا، الحمد لله أزال ذلك، يعني إن لم يكن كل الإزالة فجل المعظم راح الحمد لله، إلا ما بقي في بعض البلدان القليلة والحمد لله، وهو سيزول كذلك بفضل الله وبدنه وكربه إن شاء الله. لكن هذا كان في زمن الإمام الخطابي، النزاع هذا والخصومة وتبادل الاتهامات والشتائم، ممكن تقول أيضا الشتائم، كل واحد يشتم الآخر ويتهمه بأنه في ذلك الوقت يعني أنه بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخالف السنة، وأنه لا يفقه فيها، وأنه لا يعرف الصحيح من الضعيف إلى آخر، كل واحد كل طائفة تتهم الأخرى بتهم، وممكن تعدها تدخل في باب السباب والشتائم مع الأسف، هذا واقع يعني. لكن الحمد لله زال ذلك بفضل الله تعالى، زال
كله أو جله في هذا العصر بحمد الله بتلاقي العلماء من كافة العلوم ومن كافة التخصصات، سواء في الجامعات أو في المجامع الفقهية أو في المؤتمرات أو في هيئات العليا للفتوى، فموجود الحمد لله التلاقي، وهذا التلاقي فيه خير كثير، لأنه يعني يزيل الشقة ويعني يردم الهوة التي تحصل بين العلماء أو بين أهل العلم، ويردم ويقرب المسافات بينهم، ويبعث الود والتعاون والتعاضد، يبعثهم على التعاون والتعاضد لا على التنازع والاختلاف. فالخطابي رحمه الله يأتي إلى حديث من أحاديث الباب ويشرحه ويكتفي بذلك، لأن هذا الشرح وإن كان لحديث واحد فهو شرح في الحقيقة للباب كله، فهذا فكتاب الطهارة ضمن الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الطهارة 19 بابا، ذكر فيه 19 بابا في آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، وقلنا أن هذه ذكر فيه في هذه 19 بابا ذكر فيه 14 أدبا من آداب، يعني كل حديث من الأحاديث هذه فيه أدب من آداب التخلي، أدب قضاء الحاجة. وقلت أن هذا في اللقاء السابق أدى أن قضاء الحاجة يطلق على إيش؟ على خروج الغائط والبول، بباب الأدب والكناية، كني عن خروج الغائط والبول بقضاء الحاجة. وهذا العبارة والاصطلاح، العبارة أو الاصطلاح هذه مأخذها من أين؟ مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا قعد أحدكم على حاجته قضاء الحاجة. هذا أخذ من الحديث. كذلك هذا يسميه، لذلك يسميه الفقهاء باب التخلي. التخلي من أين أخذ؟ من قوله أيضا من الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، أو إذا أراد أحدكم أن يتخلى، أو إذا أتى أحدكم الخلاء ويتخلى. كلمة التخلي أخذها الفقهاء من الحديث أيضا، فيبوبون على هذا الباب بقولهم باب التخلي. الاستطابة ليس كذلك عند المحدثين، باب الاستطابة، يقولون باب الاستطابة أيضا مأخوذة من الحديث، وهي: فلا يستطب أحدكم بيمينه، أيضا في الحديث الصحيح أن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستطب. الاستطابة أيضا هي التخلي، هي الطهارة، هي الاستنجاء، هي كلها معنى واحد، سواء تخلي أو قضاء حاجة، تخلي، استنجاء، استطباب، استطابة، مو استطباب، استطابة، استطباب، استطابة أو تخلي، كل هذه معنى واحد، لكن تختلف باختلاف الاستعمالات بين العلماء. فمن العلماء من يسميها التخلي، يقول باب التخلي، ومأخذها من الحديث أيضا. ومنهم من يسميها باب الاستطابة، باب الاستطابة، لأنه يتطيب، يطيب المكان، يطيب المكان بالاستنجاء. فلذلك فقال لا يستطب، ما أخذوا العنوان، ما أخذوا هذه الاصطلاح أو هذا العنوان، مأخوذ من الحديث: فلا يستطب بيمينه، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين، ولذلك قالوا باب الاستطابة. هذا عند المحدثين. عند الفقهاء باب إيش؟ باب التخلي، باب التخلي، أليس كذلك؟ يعني إذا أتى أحدكم الخلاء، أو إذا أراد التخلي، أو إذا دخل أحدكم الخلاء. إذا دخل قلنا معناه إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. فهذه 14، هذه الأبواب 19 بابا تضمنت جملة من آداب قضاء الحاجة، يعني حوالي 14 أدبا. ومجمل هذه الأبواب 19 تتلخص أو يجتمع شملها في أربع مسائل أو خمس مسائل، يجتمع بها شتات هذه الأبواب، جميع شمل هذا الباب أو شمل هذه الأبواب جميعها يجتمع في هذه المسائل الخمسة. وهي المسألة الأولى أن الاستنجاء والاستجمار، أن أحدهما يقوم مقام الآخر. ما هو الاستنجاء وما هو الاستجمار؟ الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا الاستنجاء، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستجمار ما هو؟ كذلك الاستجمار مسحه
مسح يعني الموضع الخارج هذا، موضع الخارج من السبيل مسح الموضع هذا بطاهر مباح منقي، ثلاث صفات. مسح الموضع الخارج هذا من السبيل مسحه بايش؟ بطاهر، شيء طاهر، طاهر مباح منقي، ينقي الموضع. والانقاء بالمناسبة، الانقاء المقصود به، الانقاء المقصود به كما بينه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه أن يخرج الحجر، لأن قلنا استجمار بالحجارة، قلنا أن الاستجمار يكون بالحجارة، فمعنى الإنقاء أنه يخرج الحجر بعد العملية هذه، بعد عملية الاستجمار يخرج نظيفا لا أثر فيه إلا شيئا يسيرا. إذا خرج الحجر بعد هذه العملية أو بعد هذه أو بعد هذا الاستجمار نظيفا، ما في بلل، ليس فيه بلة، ما فيه بلل ولا فيه أثر إلا شيء يسير يعني لا يكاد يبان، هذا معنى إيش؟ معنى هذا الإنقاء، حصل الإنقاء كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، في كتاب المغني. والاستنجاء والاستجمار كل واحد منهما يجزئ عن الآخر، يعني إذا استنجى فقد فباستنجائه أجزأ عن الاستجمار، يعني اكتفى ما يحتاج أنه يستجمر آخر. وكذلك العكس، إذا استجمر بالحجار فإنه يجزئ عن الاستنجاء، لكن لو جمع بينهما كان ذلك أفضل. لو جمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، لو جمع بينهما كان أفضل. والدليل على ذلك ما كان يصنعه أهل قباء لما أنزل الله تعالى في مدحهم قوله سبحانه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لما سئل ذلك قالوا إننا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالأفضل الماء، إذا أراد أن يقتصر على أحد الاثنين، أحد المطيبين هذين، فإن الماء هو الأفضل لا شك، لأنه ينقي وينظف أحسن من الحجارة بدون شك، أفضل من الحجارة، يعني ما يترك أثراً، لا شيء طبيعي معروف مفهوم يعني. فإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، وهذا هو الأفضل، هذا أخذه بالأفضل صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أراد أن يجمع بينهما يبدأ بالحجر ثم يثني بالماء. هذه المسألة الأولى. كذلك بقي منها أن الاستجمار يكون بالحجارة وما يقوم مقامها أيضا، يعني مو بس بالحجارة لا يقوم مقام أيضا، هذا تكلم عنه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقال أنه هو المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أن الحجارة يجوز الاستجمار بما يقوم بها وبما يقوم مقامها، يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقام الحجارة، مثل قال مثل الخشب ومثل الورق، أو أما نادي الورق الآن أصبحت، وغير ذلك، كل إذا طلعت إذا صنعت أشياء أخرى في هذا العصر أو ما بعد ذلك يتم بها الطهارة أو الاستجمار، مثل الحجار كذلك تدخل فيه، تقوم مقام الاستجمار. فالاستجمار يكون بالحجارة، ما هو بس بالحجارة، ما أدري تصير بعدين ظاهرية ظاهر فقط أنه حجار يعني حجار خلاص ما يجوز أي شيء ثاني، لا، الذي في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أكثر أهل العلم أنه يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامها، بما يقوم مقامها أيضا مثل الحجارة تماما يجوز ذلك، ما في أي مانع ولا في أي إشكال في هذا. فكما يجوز بالحجارة يجوز بما يقوم مقامها، يعني إذا أي شيء يؤدي ما تؤديه الحجارة من الإنقاء فهو جائز مباح بدون أي حرج، وهذا المذهب عند الحنابلة في مذهب الإمام أحمد، وعند أكثر أهل العلم أيضا، عند أكثر أهل العلم من غير الحنابلة أيضا قالوا بذلك، أنه يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامها، اللي يؤدي ما تؤديه الحجارة يصح كذلك الاستجمار به. وفي هذا القدر إن شاء الله هذا اليوم كفاية، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا،
وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.